نجح برنامج التدريب الصيفي الذي أطلقته شركة دماك العقارية بتوجيهات من رئيس مجلس الإدارة السيد حسين سجواني في استقطاب أبرز الكفاءات والمواهب الإماراتية. وعلى مدار 4 أسابيع اكتسب المشاركون خبرات عملية تكللت بدورات تدريبية وزيارات ميدانية لمكاتب الشركة ومشاريعها الرئيسية في مختلف إمارات الدولة. من خلال برنامجنا هذا نؤكد على دعم رؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف التوطين ورؤيتها. كوادرنا الوطنية هم ركيزة أساسية لرسم مستقبلنا.